السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سماحة الشيخ عباس، أهلا وسهلا، مرحبا. بشرونا عن صحتكم، إن شاء الله بخير. الحمد لله. أحببنا نسلم عليكم يعني ونطمئن على صحتكم يا سماحة الشيخ. والله الله يحفظكم أجمعين. الله يصلحنا وإياك رب. ولكن عندي استفسار إن كان وقتكم يسمح. تفضل. حينما بويع أمير المؤمنين سلام الله عليه للخلافة بعد الخلفاء الثلاثة، فهل أرجع أرض فدك لورثة فاطمة، أو هل نهى عن صلاة التراويح، أو هل جلد نفسه على قصر ضلع الزهراء، ولا هل أخذ الخمس من شيعته؟ أنا أسئلة كانت تبادرني، فأحببت أن أنا أستفسر منك شيخ. أولا شنو الغايه من هذا السؤال؟ يعني الغايه سيدنا علي ما اصبح خليفه، احنا الان بنلطم ونقول اخسرك وفدك، هل ارجع فدك لورثه فاطمه؟ هل منع صلاه التراويح؟ هل احتفل بقصر الدلع او لطم وتدبر وجلد نفسه على قصر ضلع الزهراء؟ اخي العزيز، اولا اعطينا مجال. انت تقول جنابكم يقول يعني انت ما مقتنع انه امير المؤمنين الخليفه، يعني لو لا مقتنع انه هو خليفه، بس هل احتفل بمولد الحسن والحسين؟ بلاش الاسئله دي. هل احتفل بمولد الحسن والحسين عليهما السلام؟ هل فعل شيء من اللي احنا بنسويه الان يا شيخ؟ ان نحن الاماميه الاثني عشريه، فعل شيء من اللي احنا بنسويه الان امير المؤمنين؟ افا سكر، لانه لم يفعل اي شيء، لان هذه عقيده مختلقه مكذوبه على ال البيت. هاتوا تاني، هاتوا المعمم عباس ابو حسين السلطان السلطان، لان سيدنا علي لم يفعل اي شيء مما فعله المعممون، مما يفعله المعممين الان لم يفعل اي شيء. لا يريد الرد ولا مش هيرد، خلاص انتهى. كما قلت لك ايها الشيعي، علي رضي الله عنه لم يرجع ارض فدك لورثه فاطمه، بتندبوا عليها لدلوقتي ليه؟ علي بن ابي طالب لم يمنع صلاه التراويح ويعني ويقطع البدعه من جذورها، بتتكلموا عن صلاه التراويح ليه دلوقتي؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يلطم نفسه ويجلد نفسه على قصر ضلع الزهراء اللي انتم بتلطموا عليها دلوقتي، لم ياخذ الخمس من شيعته اثناء خلافته، ولم ياخذ الخمس من المسلمين، لم يحتفل بمولد الحسن والحسين، لم يسوي اللي انتم بتفعلوه دلوقتي. فلماذا تنسبون نفسكم، فلماذا تنسبون أنفسكم كذبا وزورا إلى علي رضي الله عنه، وتقولون أنكم من شيعة علي؟ علمتم أيها الشيعة الآن أننا نحن شيعة علي، وأنتم لستم بشيعة علي ورب الكعبة. الحكم لك أيها الشيعي العاقل. كان معكم المعمم الشيعي أبو حسين السلطاني.